الفريق حاليا؟ نكذب عليك الا قلت لك الفريق راه متكامل وعندي فريق جاهز، عندي لاعبين وي، ولكن فريق مازال انا خدام باش نكون الفريق، مي كلاعبين عندي فكره ديال الميركاتو الشتوي باش غنتدرب. انا غنحاول ما امكن انهم نتدرب حتى لاعب، لانه هاد اللاعبين انا اللي جبتهم، ولا جا الميركاتو وليت نخربق فيهم ونحيد ونجيب، بمعنى رانا فشلت في الميركاتو الصيفي، دونك لحد الساعه انا ما تنفكرش نهائيا في الميركاتو الشتوي. هاد المجموعه انا اللي اختاريتها، اللاعبين اللي بقاو انا اللي خليتهم، واللاعبين اللي جاو انا اللي جبتهم، دونك انا اللي شارف على هاد المجموعه، المكتب وفر لي جميع الظروف وعطاني كامل الصلاحيات باش نجمع هاد اللاعبين. كلاعبين كاينين، كفريق كمجموعه انا خدام فيها باش نكونها ان شاء الله مع المباريات نتمنى انه الاداء يتحسن والمجموعه تحسن. تقييم اولي للمقابله الاولى اللي ما بغيناش نقولوا كره القدم فيها الانتصار فيها الهزيمه فيها التعادل. تحب الاغلبيه كره القدم كنا كنتوقع ثلاث ديال الحالات هنيئا بعد الاولى اللي خرج على الانتصار ديالو. فريق المغرب تطواني كما شفتوا الهزيمه جات جراء اولا التجربه ما كايناش، ثانيا جات من اخطاء جزئيات اللي انه كان داك التجربه كان يمكن يتفاداو اللعابه، اخطاء فرديه ما كنلومش اللعابه، كنت كنتوقع هادشي هذا حيت ملي كتكون فريق شاب كتجيب لاعبين من الهوات وكنعرفوا الاكراهات والمرحله الاستثنائيه اللي كيمر بها فريق المغرب التطواني الكل يعرفها. دونك حنا ما درناش انتدابات، انتدابات جبناهم كما يعلم الجميع كانوا ديجا وكانوا لاعبين من الهوات. الحمد لله كما شفتوا خلقوا فرص، انا بيدي انا غير مستع، انا بالنسبه لي راضي على المردوديه ديال الفريق ديالي في هذا المستوى هذا مع اولمبيك خريبه مع الفريق اللي هو حتيم وعنده تاريخ. وهذا زعما بالنسبه لي كان فريق المغرب التطواني داك التجربه ما خانتوش، كان يسجل اهداف بصح له فرص سانحه الحمد لله كما كتشوفوا اليوم ان جون ماركابيت بالنسبه لي ربح، وهذا ربح لمدينه تطوان. وانا ملي في البدايه ديالي دائما كنت كنطالب الجمهور بالصبر، حنا هذه المرحله كتسم خاصها تسم العنوان ديالها هو الصبر بالنسبه لي الجمهور، حنا الجمهور واعي بهذه المساله خصو يصبر على هذه البدايات، واذا بغى يدير الفريق لان ما عندناش شي بديل. العين قصيره واليد قصيره كما كيقولوا. الحمد لله الفريق اولا هذا انجاز كنعتبروه هنا، التواجد ديالنا اليوم في خريبه ودرنا التربص ديالنا وجبنا وكونا فريق راه انجاز في حد ذاته بالنسبه لي. ما عندناش كيف كاين الناس معنا اللي جاو من خارج خريبه ما لقاوش الكاس ديالهم يشربوا، رغم ان الحراره وصلت فوق 40 ما لقاوش الكاس على شي كاس، يعني هذا الشيء خصو ينزل ومسؤولين خصو يعرضوا راه حتى تشرب الظروف اللي هي خايبه وصعيبه بزاف. هذا إضافة، كاين إضافة، لا عندي واحد إضافة هو أن بالنسبة للمنصة تيدخلوا معنا أجانب. الله يخلي رمزة لا لا الله يخليك أشريف، هذه مهمة. شكون اللي يهضر قال الشيء؟ مقابلة بداو دابا هذه نقطة نظام. حنا الملاحظات سجلنا ديالي معكم ونتمنى أنه نوصلوا للمنتخب ديالنا كاملين. أول حاجة أنا دائما كنت رجل تواصل مستعد للتواصل مع جميع المنابر، وقت اللي تنكون متواجد في الملعب اي واحد بغاني مرحبا على راسو العين، عنده الوقت الكافي باش يجلس وياخذ اللي بغا، انا راه الاشاره ما ترد حتى شي واحد. بالنسبه للمباراه، المباراه كانت صعيبه كانطلاقه كبدايه موسم، كان صعيب انه نلعبوا بايقاع مرتفع وكان صعيب انه نغامر. اول مباراه داخل الميدان كان مفروض علينا نحققوا نتيجه ايجابيه اكثر من انه نقلبوا على طريقه لاعب او على اسلوب لاعب اللي ممكن انه يسعد الجماهير ديالنا، لانه لا قدر الله لو كانت نتيجه سلبيه كان ممكن انه المباراه المقبله نهاني، والمباراه المقبله ديال الكاس مع فريق المقاولات كان ممكن يكون لنا الشك وندخلوا في واحد المرحله اللي صعيبه. لهذا فكان البحث كله على نتيجه اكثر من على الفرجه. بدينا اللقاء بالضغط على حامل الكره بالنسبه لفريق المغرب التطواني، عرفنا فريق المغرب التطواني تيخرج بالكره من الخلف، فمشينا عند المدافعين مشينا عند وسط الميدان ديالهم باش ما يخرجوهاش من المنطقه الدفاعيه ديالهم، قدرنا انهم نخنقوهم في وقت كبير من المباراه، قدرنا انه نسجلوا هدف اللي خلانا نوعا مرتاحين اكثر، وبان لنا انه فريق المغرب التطواني غادي يخرج اكثر للبحث على التعديل ونقدروا نسجلوا جا هدف ثاني في وقت اللي جيد جدا، وقت اللي غيخلينا ندخلوا المستودع الملعب كنا فايزين بهدفين لصفر غادي يكون الاعصاب مرتاحه اكثر، غيكون التركيز اكثر،
وهذا اللي وقع في الشوط الثاني. كان من الطبيعي انه المغرب التكواني غادي يغامر، فحاولنا انه نغلقوا المساحات على الحواسي لانه هو اللي ممكن يخلق لنا المشاكل، خصوصا الى طلب الكره خلف المدافعين ولا في الجناب فغيخلق لنا مشاكل لا هو لا ايوب الكحل. فحاولنا انه نغلقوا عليهم مساحات ما نخليوهاش كثيره. دخول زيد كروش في الجهه ديال الجمعاوي خلق لنا مشاكل، هذا اللي خلانا تراجعنا نوعا ما للوراء، لانه كيف قلت لكم الهم ديالي اليوم كان هو النتيجه اكثر من البحث على اسلوب اللاعب. تراجعنا نوعا ما ولكن اعتمدنا على مرتدات، طلبنا من اللاعبين المدافعين ولا وسط الميدان الوقت اللي ناخذوا الكره نتابيو على اسماعيل ولا على الهاكي ولا على خالد صروح. اسماعيل شفنا اليوم استغرب، لاعب سجل 33 هدف في الموسم الماضي وما تناداش عليه الفريق الاول حتى المباراه الاخيره. حنا كانوا عندنا لعبه ماركو جوجيوت تنعيطوا لهم. اسماعيل كان خساره فريق اولمبيك خريب الموسم الماضي، نتمنى هذا الموسم انه نستافدوا منه اكثر، وتنظن انه الاداء اللي بان به اليوم فاعطى مؤشرات على انه سيكون من اللاعبين الكبار في البطوله الوطنيه المغربيه ان شاء الله. على العموم تنبقى راضي على النتيجه، راضي على بدايه، لانه كيف قلت لكم بدايه صعيبه جدا غادي تاثر لك على المباريات المقبله، فتنظن كنت سعيد جدا بهذا الانتصار هذا. للاعبين بذلوا مجهود كبير، ضحاو في التدريب، ضحاو في المعسكر، كذلك ما ننساش الدور الكبير ديال الرئيس وديال المكتب اللي وفروا لنا جميع الظروف باش نستعدوا، لانه اولمبيك خريبكا كان دائما يعاني من البدايه، فكلنا كان الهدف ديالنا هو انه البدايه تكون مزيانه باش نعرفوا الطريق اللي غادي نمشيو فيها. الحمد لله، تنشكر جميع من سادنا وشكرا لكم. سي بن هاشم، واحد السؤال هو الملاحظه الاولى، هو كانت واحد المجموعه ديال الاخطاء في التمريرات الى غير ذلك، ما بردوا هذا الجانب هذا. النقطه الثانيه هو انه واش انت راضي على التحكيم؟ لاحظت بان التحكيم كان فيه واحد المجموعه ديال هذا، الملاحظه انه كان واحد المجموعه ديال الاخطاء، مجموعه واش ما عرقلش المقابله بواحد الشكل من الاشكال، واش راضي على التشكيله بتجنيداتها الحاليه؟ هو كتمريرات الخاطئه وجي كان شيء طبيعي، لانه كيف قلت لك هذه البدايه، وحتى بالنسبه للاعب اول مباراه رسميه كاين نوع ما ذاك لو تراك، كاين نوع ما، فكان شيء عادي شيء طبيعي، غنتغلبوا عليه ان شاء الله بالعمل والخدمه. كيف اللاعب عاش هذا لو تراك وفقد التنافس يعني لا كومبيتيسيون، راه الحقيقه شيء المباراه في ويديه شيء اخر، حتى الحكم حتى هو بشر، حتى هو دخل لا كومبيتيسيون خصو يكون معذور، ولو انه الاخطاء ما كانتش مؤثره، ولكن كبدايه للاعبين اللي تنقولوا، لانه انا كمدرب راه كل صيف اليوم غنقول لك راه اللاعبين حنا ترفض عقدو التنافسيه، راه ما لعبناش مباريات رسميه، راه حتى الحكم حتى هو، فهمتني تنظن انه راضي على المباراه كلها على الجو، لانه حتى الجماهير ديالنا ساندتنا، كان جمهور كبير ساندنا وقف بجنبنا، ولو انه تسجلنا الهدف في الاخر فهنا زاد شجعنا اكثر باش نحافظوا على النتيجه، فتنظن انه اليوم كان جو لمباراه كره القدم. شكرا امين بن هاشم، شكرا باش الله يخليك.